يا نصار في ايه؟ دي مع اني شفتها في ابراهيم الابيض يا جدع. واللي خلقك ما اعرف بتتكلم على ايه؟ بتكلم على ابني اللي كان هيموت وبيتي اللي ولع هيعيش. يا ابنك كانه ابني. احنا من امتى مدخل العيال في حاجات زي كده؟ عليا الحرام من بيتي ما عملتها ولا اعملها. هو انا صغير يا جدع؟ اصحى، انت لسه اولت امبارح عارفني يعني؟